بلك 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 بلك. او سلام مايكا والعيال وين؟ خلنا نفك الكشاف يا شيخ. الو يا الربع، نبي نسرق الديناميت من القطار. سلام عليك. ايوه الحين اشوفهم. الله يا ولد. هلا والله. طقطق علي قول لي الرئاسة السوداء على اساس اني جاهز. مرة ثانية يسألني يقول هل كل شوي واحد يتبعك؟ تعرف مين تسولف معاه؟ All I know is there's law whenever you're around. Is that so? Because it seems to me that since you've been riding with us, there ain't been nothing but trouble. Stirring things up all the time, getting in Dutch's ear. Seems wherever you is, there's Pinkertons and vice versa. So you better watch your goddamn mouth, boy. Or take it easy, cowboy. You're gonna do yourself a mischief way you're heading. Micah, shut it! He started it! Dutch says we is to go on with plans to create a diversion. We gotta get some explosives to blow up the bridge. Keep the army out of here a few days. I think it's a real bad idea. I don't think Dutch cares too much what you think. That's clear. We gotta confuse him one last time. Then he and I will head to Blackwater, collect the money, and help everyone leave. He's got a boat lined up. Blackwater's a fool's errand. Everyone knows it. Even a greedy moron like you. It's Dutch's choice, Arthur. You're just a senior gun, same as the rest of us. Only you ain't well. I'm fine! Then you'll do Dutch's bidding. Which is robbing a stage that's coming from Annisburg full of explosives. Rob a stage. All we seem to ever do is rob a stage, you and me. Not me. You two. I got my own planning to do. You boys got this. Shit. Guess we have. Come on, Arthur. And Cowpoke, you take it easy. You could do with a vacation, hmm? طقطق علي اساس انه لازم بيودع. المهم في يقول انا اسلم 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 غلط اسلم غلط. دقيقه، هذا حصاني ولا ها مين ذا حصان؟ مين ذا؟ طيب المهم مهم. يلا يلا يلا. تمام تمام. فمايكا زبدة الكلام انه مخوش، يقول لك يعني شاك فينا انه احنا اسلم انه احنا جايبين العيد. ف المهم انه يقولون انه احنا ما نسمع الكلام وكذا. واضح انه داتش اصلا اوامره غبيه. اوه في دوريه بنكرتون. اوكي طيب ما علينا. فبنسرق عربيه حقت متفجرات، نفجر جسر، نمنع الجيش من دخول المنطقه لمده ايام، يعني كم يوم، وهذا راح يسوي الهاء. داتش قاعد يقول لنا سووا الهاءات كثير، فالالهاءات الكثير هذه ان شاء الله انه ما تجيب فينا العيد. عموما مختصر المفيد، في مضارب بين مايكا وداتش، مايكا وارثر. بسم الله الصوت. اوكي ماجن بتيجي من هنا. ولاية طلب الامر انه I'm the better shot, and you're the better actor. No, you play dead, and I'll cover you. I got that. I got that. Oh, that's them coming now, I think. يقول واحد سوي نفسه ميت يمثل والثاني يقنصهم. أسلم get into position. يلا 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 بسرعة. طيب بسرعة. يقول له روح للموقع حقك. الموقع حقي هنية. هلا والله. You see them. Wait for build to attack. هذول هم العربية حقت المتفجرات. وين بل؟ لو بل. اوه هذا هو بل. الو. يقول لك انتظر لين بل يهجم. اوكي. هو ما هيكون من الذكاء اني اطلق على ال.
لهذا بس انا ما راح اعرف. كفو 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 اسلم بس اجلد. موت الاحصنة موت الاحصنة. وات The wagon was destroyed. يعني انت كمان تبقى يعني يبانا يا طويل العمر ما نموت الاحصنة عشان ناخذها ونفقع. هذا بيودي هيتشوت. بوم عشق. ايوه بس تعال هذول راحوا. لا ما راحوا ما راحوا. بوم بوم. لا لا ما مات. بس مات الحين. ثلاث ثاني. يا كلب تعال. بس خلاص فينه فينه فين ميكينج ارن فور ات. شوفه. اوكي جيت ان ذا واجن. يلا يلا اقدر انقز من هنا. يلا يلا جايك جايك جايك. بعدين يا اخي انا كنت لا يا الله شالوا الكارباين واعطوني ال بدل السنايبر. سلام كفو 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 شكرا على الفزعه. يلا 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 توكل يلا بطلع شدقر انا جاهز ان شاء الله ان شاء الله. صان 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 تعال ولد. صان تعال ابغى يجي معانا. نقول الوضع ما عاد صار سهل. نشك نعزز تو نقول له او نعزز له. حلو نعززه نعزز له نقول له والله طلق محترم انت بعد. يا الله مع الشدقه ذا ما ادري كيف اتصرف معاهم الحين. الشدقه مسافات قريبه مشكله بس انه والله شكله. اوكي شكرا انهم عرفوني. اوكي ذا الدايناميت از فورنبل. اوف 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 والله يقول لك انتبه لا يطلقون على الدينامايت. المهم طيب على كذا نلبس البندانه بس عشان احتمال يعني ما ابغى باونت تجينا كل مره بس خلاص قدهم عرفوني قالوا ارثر مورغ. اوه سلام خبيتك تعال. بس اجلد. لا 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 ولد يخرب بيتهم يخرب بيتك انت كمان. قله حياه. تعمل جلد تعمل جلد تعمل جلد يا عشق. اوه والله كثير. اسلم تعال. ايوه جلد. بس الله بارك والله السيمي اوتوماتيك شوتجن ذا يسوى سعره. $200 والله اتوقع كان سعره حاجه زي كذا مره غالي. المهم اشوف انه اوكي هذا غزال بغيت اذبحه انخرشت. المهم اديني شيء يقوي الدداي يا شيخ اساس انه اسلم. يقول ما نبغى نرجعهم للمخيم معانا فحاول نتخلص منهم. ما عاد اشوف زياده. ها خلاص والله كان وشيكن. يقول ازل انا شكلي مزبوط اني اكون سواق دينامايت. قتلنا مجموعه من الناس عشان نسرق دينامايت عشان نفجر جسر. قال له هذا منطقي يا اخي بلاي ذا كلام. يقول خلاص طفش ترى من الثاره حقتك يعني اسكت شوي. مايكا هنا قدامي. هلا مايكا ايش عندك؟ مايكا جو اي ابد جبناها. وي جات ات. What's wrong, Arthur? Nothing at all. مش في يا آرثر. مش عاجبك؟ This over to Bacchus Bridge. Get a hidden near there. You go on ahead. I need to speak with Arthur. Good work, son. اوف بروح احتاج اسولف مع آرثر. مايكا وش عندك؟ What's going on? ايش تبغى يا مايكا؟ I know we ain't always seen eye to eye, and you find me irritating and a threat. And I like to annoy you, but right now I need better from you, Arthur. Okay, Micah, whatever you say. I ain't the bad guy you think I am, Arthur. But I am a survivor,
Stick with me and you'll live. Oh, the bridge is probably a two-man job. You should probably go help Marston. Why don't you? Like I said, Dutch and I got planning to do for the train. There's a big picture here, Arthur. Trust me. اوف 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 تو يعتذر لي يقول يا ترى يعني عاده احنا ما نشوف يعني عينا لعين زي ما يقولون عادي يعني الاختلاف لا يفسد للراي قضيه مدري هل هو سلام عليكم كيف الحال طيبين جبت العيد في المثل صح المهم فيقول لك يعني المهم روح ساعد الحين مارستون اوه وش ذا اوه رين فولز هذا روح سالف مع ابو الهندي وهنا ارجع لسيدي ادلر طب وجون وين ابي اساعد جون يقول روح ساعد جون على اساس المهمه بس والله دام اننا هنا قريبين من رينز فول خلنا نروح للمطر يسقط المهم فزي ما كنت اقول انه مارستون بيروح يحط الجسر العربي هذا اللي تو في ديناميت عند الجسر اسمه بخص وابد مجرد يعني نحتاج نفجر الجسر تمام نروح نفجره فقال له هذه تو من جوب يعني لازم اثنين يسووها فروح ساعده يا شو اسمه قال له ورا انت ما تروح تساعده قال له انا ودتش عندنا تخطيط ترى يعني انا ودتش العقول المدبره هنا عشان القطار فانت يعني طالع في الصوره الكبيره يعني لا تطالع في الصوره الصغيره اوكي يعني خلي الوضع رايق شويه يا آرثر طيب افاجئكم يعني اخرشكم انا رايح الحين صح للخوينا اللي هو المطر يسقط صح فجأة على طريقي يعني هذا الطريق عارف فجأة كذا ظهرت لي علامة جون يلا فاجأتكم يعني هذا من كثرة الواقعية او هذا فورت والس بالمناسبة استغربت وش المنطقة الحمراء ذي المهم فورت والس بنطب عليها يعني احنا بنكسر الجسر اللي يمنع الجيش انه يوصل لفورت والس بعدين نطب على فورت والس وال تفكير يا دتش تفكير فواقعيا انه انا المسافه هذه او الوقت هذا جون انطلق قبلي صح يعني جون انطلق قبلي بثواني كذا ف الين انا مشيت معاه هو كان وصل بوم قال لي على طول عطاك المنطقه يعني فجاه مو نقلو لا يعني هو راح حرفيا كذا اخذ نفس الوقت اللي انا اخذته في الانتقال فواقعيه مره نايس سلام عليكم جون انا بالله بتحط الحصان كذا في نص الشارع يلا نشيل البندانة شيل البندانة يا شيخ ايوه كفو كفو نزل البندانة عشان كتسين يطلع حلو هلا والله I've been nervous for a while I had a lot of time to think in that jail and feel like I just don't know Dutch no more You ain't the only one And this plan to get us out it just feels I don't know Like he's stringing us along I know Killing in cold blood, revenge. We all do bad things, but he seems to enjoy it now. It's like he just wants to create more enemies, more chaos. Yeah, I know. I mean, I love Dutch. He saved me a long time ago. I feel like in Saint Denis, when I got arrested, maybe he could have done something. I feel like you should take your woman and child and get lost. Do you? You could give something to Jack. It's that or, well, I don't see no way out of this. Well, what about loyalty? Be loyal to what matters. What are you gonna do? I'll be okay, but do it for me. It would make me feel good, if that makes any sense. A little, but... Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over. And now? Now we gotta help Dutch give the army one final tweak on its nose. Yeah, come on. Help me with the rest of this. Hello, أنا لما كنت في السجن, John. Well, it looks like we finally found our calling in life. ما عاد اعرف يعني ما عاد اعرف وش هرجة دتش هول داون از ارثر بوشز بار داون ريليز از هي ريد اها ليتس جيت ذس اوفر وذ يو هير اباوت داتش ان كورنوال
اوكي. فعموما زبدة الكلام انه الحين انا ما عاد اعرف داتش يعني وش وضعه ومش صار مش منطقي عارف. وقلنا له احنا كمان صرنا نفس الكلام. عموما قلنا له جون اوكي هيرز جود. المهم قلنا له يا جون والله لو تاخذ عيالك او ولدك وزوجتك تفقعون والله افضل. ف اوكي ناخذ الكريت. قال له بس سويها عشان يعني انت مجرد بيجي وقت اباك تفقع وما تطالع وراك حتى. ف اوكي لور ذا كريت. قل نزل له البتاع ذا. المهم كيف يا ولد تمسكها ولا كيف؟ اسلم يلا يلا امسك يلا يلا جاك يلا خذ الثاني. المهم فمختصر المفيد يعني قلنا له سويه عشان يعني بالله لما الدور وامشي. طب قال له طيب الحين ايش تبغى نسوي؟ قال له الحين بس نساعد داتش انه يجلد الجيش مره واحده اخيره خلاص. ف هو طبعا قاعدين نقول انه اوكي داتش كان يحب القتل وكذا بس الحين صار يقتل بدون اي فائده يعني بدون اي سبب بدون اي شيء كذا فجاه. طيب يا بابا طيب اوكي سلولي يلا نزل لك. مهم قارت قلت تعال انزل ساعدني ازرع الاشياء ذي. ابشر جايك. فمختصر المفيد وتبدو نازل. اوكي ايش بيك اب سم داينامايت. طيب يعني باني need to attach each of those bundles to the fuses. There's one on what? Each of the main support beams. Okay. Well, this is enough to blow it. انا ماني فاهم ولا شيء. ماني فاهم ولا شيء يعني قول لي انت وين تباني اربط واربط. يقول الجسر موصل بفيوزات. انت حط كل واحد على عمود اساسي. وصل الله با. اوه يعني هو ول يعني حط اسلاك جاهز. بيك اب سم يعني خذ لك داينامايت وازرع داينامايت وازرع. طيب وضحت الفكره يا جون مارستون. وين امشي؟ ايوه والله جون رايق يا اخي. جون كذا تحسه حبوب مش ممكن يا اخي. المهم اطلع لك واحده. يلا جاهز اوكي. يقول لك انا بروح اجهز العربيه حقتنا اللي فوق هذه وانت بتقدر تدبر وضعك. قلنا له ايه ما عليك باقي لي واحده بس خلاص. ابد باقي لي واحده يا شيخ اصبر لي. ها والله لو يجي القطار الحين انا بودع لانه تعرف انا خلاص زرعت الديناميت وما اقدر امشي يعني انا مره ماني في سيف ديستنس. ف اوكي ام جود اوبا. انا ليش احرق على نفسي؟ والله قايل لكم حسيت بيصير كذا. يلا 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 اوكي ايش هذا؟ وقف ما عاد يدف. والله ودعنا. اوكي سري
ول ول ترفع القطار قاعد يطالع فينا كذا سواق بدعسكم. اوكي انا كنت في بالي شيء ثاني، كنت في بالي انه لو القطار مره ممكن ينفجر الجسر، لكن الجسر ما انفجر فكويس. Let's go blow this thing up. Okay, let's go blow this thing up. الحين نروح نفجره. يلا. أنا كنت عازم بينفجر، عارف كنت أقول بينفجر بيطيح الجسر الحين. فاستغربت إنه يعني ملصقين في القطار. I think the line held. Okay. You want the honors? يقول تبغى الشرف؟ يلا يلا. استخدم البلنجر. بسم الله. توكلنا على. أريني بعضا من البلنجينج. ديتونيت. بلك 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 بلك. راح الجسر طراطيع اخر السنة. قلت حاسب ان هذا بيلفت الانتباه عننا، يعني بعيد عننا، يجذب الانتباه بعيد عننا. بنشوف. زي ما قلت لك يا جون، لما يجي الوقت توكل. وش وضع الولاء طيب؟ مو احنا ولاء وكذا؟ انت عندك ولاء كويس وانا ولاء كويس، بس شوف ما سوينا شيء الولاء. لازم تمشي يا جون. لا تطالع ورا يا جون. بفكر فيه. والله انا سويت تفكير كثير يا جون، لكن شوفنا شوف وضعنا الحين. قاعدين نخاطر باعناقنا. وليش؟ على اساس فكره ما تشتغل اصلا. انت عارف ايش اقصد. انت عندك عائله ترى. تحتاج فلوس. تحتاج تبني حياه جديده لنفسك. انا؟ احتاج اجازه والله. And Dutch, Dutch has all the money. عندك كل الفلوس. For safekeeping. للاحتفاظ الآمن على قولته. You know something? تدري؟ Abigail. Abigail, وش بقى؟ She might know where some of that money is. ممكن تعرف الفلوس اللي مزبنها Dutch وين. Well, you tell her she better make sure. And then come talk to me. يقول لك خلاها تتأكد إنه عارف مكان الفلوس صح. Just who and what we should be loyal to. وخلاها تيجي تتكلم معايا. بعدين هنعرف. I don't know, Arthur. Nor do I. كل أولياء لمن؟ والله ماني عارف. I'm seeing things a lot more clearly now. بس أنا بديت أشوف الأشياء بوضوح. I wish things were different. كنت أتمنى الأشياء تكون أفضل، لكن. But it weren't us who changed. بس مو إحنا اللي تغيرنا ترى. صح صح. الحين آرثر مرة مخربها لدرجة إنه مرة مخربها لأنه بيموت. تبركلوسس حقه ذا بيذبحه. فالآدمي خلاص خربانة خربانة معاه زي ما يقولون. صح صح يا آرثر قم. الرجال مو قادر يقوم، تعبان مرة. ولا قادر يتنفس. صح يا شيخ صح صح. طيب بريدج تو نوير، جسر الى لا مكان. والله الجو هنا بارد، 300. المهم تو كنت يعني احس ان جبت العيد في نفسي صح. الحين كيف بروح لرين فولز؟ الله اني فاهي. بس لك الطريق ثاني الحين، مضطر امشي من هنا واروح من هنا. انا كنت ناوي اكمل من هنا واروح كذا. لا اكشلي كنت بكمل كذا. لا لا خلاص خلاص. كنت احسب انه ما عاد في طريق نقدر نروح منه. ولدك ترى مجنون ها؟ يبي يسوي حرب، فيلا هجد وضعه. ابيجيل تعرف مكان فلوس داتش؟ الله يستر. هنسوي جري في داتش. هنسوي جري في داتش. حلو، دخلنا منطقة ما نقدر نستخدم فيها الأسلحة. اسمها وابيتي. وابيتي وابيتي ولا والله ما وابيتي. والله بطب عليهم. السلام عليكم بالحصان. الو عندكم مواقف حصان هنا يا شيخ ولا؟ والله يا روقان بعد قرية امهم الرايقه ذي.
اوكي خلينا نوقف الحصان هنا ينف. تصرف انت، ها روح شوف لك صرفه. مطر يسقط، والله معليش جايينكم على اخر الليل، لكن والله الوضع يعني ضروري والله. هلو كم ان. حياك. صح. You don't sound very well. والله معليش يا اخي. I'm not. I'm... لا تبدو بحاله جيده. I think I'm dying. شك انا قاعد اموت ترى. I hope you find peace. أبغى إنك تعثر على سلام. لا أعرف شيء عن السلام يا رجل. Did you have fun with my son, the impetuous prince? I believe you went on a raid with him. I'm sorry. I suppose I lack the grandeur of a conventional king. I don't know too many kings. Colonel Favors, he has already exacted some measure of revenge for the raid. Two women were assaulted by his men. I'm very sorry about all of this. Yes. Sometimes the correct path, the bravest path, is the least obvious. I'm a great disappointment to my son. Your son seems to want war. My son thinks there is glory in death. Maybe he's right. But for me, I saw death being handed out so freely by the most foolish of men, I never could equate it with victory. Glory has come in service. Maybe. Maybe not, I don't know. I've killed a lot of people. For a whole lot of dumb reasons, and I ain't never seen much glory in it. Well, your friend Mr. Vanderlyn, he talks a lot. I don't know him, but my son is easily led. I'm not sure I get you. Well, perhaps we could go for a ride. I'm an old man. My whole life I have tried to bring peace. But I ain't doing so good. Then maybe you can take pity on my plight. Please, it won't take long. And maybe I can help you with that cough. Sir! سلام. I'm glad I caught you, sir. أيوه. Captain Monroe. Captain Monroe. You know my friend, Mr. Morgan. No, sir. I don't have the pleasure. Arthur Morgan. It's an honor, sir. How can I help you, Captain? I was just in Saint Denis. I spoke with the mayor. It's not good news, I'm afraid. تكلم مع الأمدة. May I ride with you for a little? Of course. سلام. تعال تعال. حياك الله. المهم بنطلع كلنا جولة الحين. سواليف يقول بيورينا منطقة مقدسة عنده في الجبال على أساس إنه منطقة رائعة. وش في يا كابتن مرو؟ يقول لك جيب لنا أخبار من العمدة. So what does that mean for us now? I'm not sure just yet. I didn't get the impression. شركة الزيت أتيح لها الخلاص إنه تطب وتأخذ أرضهم وهذا. I know, Captain. And I assure you, I will continue to do as much as I can. يقول أنا بحاول أسوي اللي أقدر عليه. Did you have time to help me at all? أساعدك في إيش؟ Rather, certain actions were taken by friends outside the tribe. يقول يفضل إنه بساعدك أزهل. That's good news. Okay. Thank you. أزهل. Meet me on the reservation whenever you can. يقول تعال قابلني بعدين بعد ما تخلص. Forward, but there's so much to be done. يقول معليش إني مدرع كذا يعني بدون ميانة شيء كذا. قلت لك تعال ساعدني. إيه أبد. If that was also my son. لا لا مو ولدك ال. Pretty sure he had nothing to do with that one. مو ولدك المكسر الجسر. I fear they will find a way to blame it on us. أنا أتوقع في كل الأحوال راح يحطونا براسنا لهرجة كسرنا الجسر هذه. See you both soon. Sure. خذ راحتك يا جاي. Enjoy the ride. كيف أمان الله يا كابتن ها؟ نكمل هذا الطريق. بعطيك شوية بيعطيني شوية أعشاب. أوكي ممتاز. أيوة. شوف الأسلم. أوه يقول.
unable to see past our own grievances. Mr. Morgan, please leave them. طيب تركتهم. We can't talk if you want, Mr. Morgan. But don't feel like you have to. نقدر نسولف إذا تبغى. بس مو بلازم. مهم. طب ولا داتش يا أخي. إيش تعرف عن داتش؟ Mostly what Charles told me. ولا الأشياء اللي علمني على تشارلز. يقول أصبر شوي. بعض النباتات اللي بحتاجها بتكون هنا. المهم هذا الرجال قاعد يقول له أنا شايب. وانت شكلك انبسطت في الريد اللي سويتها مع ولدي والريدز هذه سببت لنا مشاكل الحين. الريدز اللي هي اختطاف السفينه والفله اللي احنا قاعدين نسويها مع ولده. المهم فالفله هذه سببت انه كولنيل فيفرز يا انجلش ميس. اوكي هذا شيء كويس شكله. المهم خلت انه You were saying before. For years. ولده يزعل مو ولده كولين فيفرز يعتدي على حرمتين منهم. نقول أنا مخاوي من زمان داش ذا بس في بعض الأشياء قاعدة تنكشف الحين. انا تعلمت في زمن طويل انه احنا ما نقدر نغير الشخص اللي احنا عليه لكن تعلمت انه احنا نصير الشخص اللي احنا عليه بشكل اوضح. ايوه داتش عنده خطة مجنونة انه يسوي مشاكل اكثر وضجة وبنقدر نفقع لدرجة ما حد بيلاقينا ونفقع في مكان ما حد بيلاقينا. لكن انا خايف انه في ناس بيصيروا ينطلق عليهم في النص اللي هم زي مثلا ايجل فلايز. هذا هذول ايجل فلايز يجي. ليت مي جيف ذس سم ثوت. اوكي نقول خليني افكر في الموضوع. المهم فخايفين ايجل فلايز الحين لو خليناه يضرب مع فورت واليس في الجيش قلعه واليس هذه راح نسبب مشاكل للهنود الحمر. ممكن ايجل واليس يصير له شيء ايجل فلايز يصير له شيء. ايوه بيمسك جنسنج من هنا. المهم وظيفته يجمع نباتات. هذا نوقف ننتظره ممن واو ها تحس تشيليات كيف جي تي ايه. والله انه افضل من تشيليات خل عنك. المهم نقول هذا راح يدمج كويس. المهم ما علينا. الشباب نبدا كلام الرجال الضعيف ذا. ايوه راح يظبط لنا علاج. Wait there. I'll put these in your saddle bag. ها بيحطها في السادل باق اللي عندي. طيب ليه؟ شكرا اعطيني اياه في يدي يقول اخلطهم هيظبط وضعك. طعمه سيء لكن بيعطيك شوية قوة. المهم يعطيك العافية يا شيخ. تعرف شيء عن المرض حقي ذا؟ لك أتوقع راح يأخذ أشياء أكثر. يقول أنا رحت للدكتور لكن الوضع يقول الوضع مرة مزري. يقول أنا من عارف كم باقي لي وقت لكن الباقي عندهم فرصة يعني انهم يعيشوا كذا. اذا اقدر اعطيهم فرصتهم ذي فما بيصير كل اللي سويناه هذا اللي من فراغ. ف اوه اسلم طلعت السكينه بالغلط. الو يعني احنا الحين ارثر مره صار يائس بسبب ان الدكتور زبد له قال له ترى مو باقي لك كثير ترى بتودع عارف. ف زبدة الكلام انه انا كنت بقول شيء في الكاتسينة الرجال شارحه. المهم ما علينا. يقول انه ايجل فلايز ولده ينلعب عليه بسهولة بالكلام يعني على طول ينجر بالكلام سلام سلام. ف يقول له يعني حاول انه ما
داتش هذا يبعد عنه شويتين على اساس انه داتش هو اللي قاعد يلعب في راسه. المهم اللاعب حقي يبقى ياكل اساس انه هيلثي. يا شيخ من جدك مستوى دي والشكه منخفض؟ لا حول. والله يبي لي زياده، والله يبي لي اكل، يبي لي اشتري اكل. طب دقيقه يا شيخ اصبر، ما اكلت هذا او شربت هذا فاين براندي الحين بيقعد يكحكح اللاعب اساس انه والله صار. لا يمكن دود، انا كل شويه امر على المنطقه دي القاها محروقه كذا طبيعي، لا تخاف. ترى ثالث مره ولا رابع مره مر على المنطقه دي القاها كذا محروقه مدمره. ايش صار؟ دمروا كل شيء. مين اللي سوى كذا؟ واحد يبي يخليك تخوش. ليكون ولده. Help me look around, please. The chinupa is gone. Chinupa, وشو chinupa? Of course. Okay. What is it? وشو chinupa دي؟ There must be some clues to what happened here. Chinupa هذه مو حيوان، أنا حسبتها حيوان حاجة زي كذا. مهم. Flask، هنا في شيء flask. Hello. Sure looks like they was doing some drinking. كانوا قاعدين يشربون هنا. عموما. جنوبه هذه يقول لك مو شو اسمه هذا مزمار. ف واضح انه الجو هنا من الجيش. ويسكي كانوا قاعدين يحتفلون هنا. اوه في مونشاين، جيب جيب جيب. الله ما ردك. اوكي في شيء ثاني هنا؟ انت والجنوبه حقتك ذي اقدر اطالع. طيب ايوه والله في شيء هنا. ووب في يا اخي كلها قوارير ويسكي. ما في شيء، ما في تنوبة هذه. اوكي وش جاك؟ نقول في شيء دليل عند الرجال. اقدر انقز انقز ولا عليك يا ارثر. امتي قاروره فاضيه. طيب إذا كانوا سكرانين كذا ما بيكون مشي مسافة بعيدة، فالشنوبة هذه راح تكون معاهم أكيد. فيا رجل خلصوا قوارير مرة كثير. عموما القوارير اللي خلصوها هذه يعني هيدل أنهم باقي في المنطقة. ألو السلام عليكم، نبى قوارير، نبى الناس حقين القوارير. والله هذه المنطقة حقته يا رجل، منطقة مرة مكشوفة كل شوية مر عليها، ترى أكثر من مرة مريت عليها. حنا راح نجيب الحصان العربي وإحنا راجعين نجيب من الحصان العربي. ها يقول فيه دخان اللي وين؟ شوف دخان يا شيخ، وين يا شيخ الدخان اللي تشوفه؟ ولي شوف شوف تحت. عندك منظار شيء؟ اوكي والله قاعدين يحتفلون هناك، يرقصون. ايوه الرجال الشجعان هذول من رجال الكولونيل فيفر. نقول توقعت انت عندك ارض، ارض بنفط، لكن هل انت متفاجئ انه انت متفاجئ انه شو اسمه هذا انه صار كذا؟ يقول انا وقعت هدنات بنفسي كلها كسروها. الحين شعبي بيكون يبغون حرب، حرب ما يقدرون يفوزون فيها. طب والحل يا حبيبنا؟ يقول خل نروح للمخيم نتفاهم معاهم يعني ولا كيف؟ والله انا ودي كان قرشيعهم بسنايبر وخلاص. خلنا نطلع الاسلحه اساس لا يحطوني اسلحه عشوائيه. ابغى السيمي اوتو شوتجن، سيمي اوتو شوتجن بس. تعال تعال خاويني يا شيخ، منتظرك هنا. عموما راح نذهب للمخيم الحين. ايجل فلايز مدري رين فولت خاوي ولا Are you not going down there? طيب
يعني شينو قوي عين بجيح والله. يقول لها ما انت بنازل الحين يعني باني انزل لوحدي. اوكي 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 ما في سبورت شي. اعطيك سنايبر تسوي لي سبورت شي. اوه والله كم قريب حسبت بنطول. المهم اوكي خلينا نطب عليهم. اوه سيرج ذا كام فور سيكرت ايتم. نقول لك دور على الغرض حق الزفت هذا. الجنوبه الجنوبه حقته. ان شاء الله بارك. بس اريح نفسي شويتين من العدد. بس حتى لو انقفطنا. الو عمي تزوج هندية. طيب هني امكم على المعلومات. يقول عادي شكلهم عاديين. يقول تبدو هندية من كندا. اما من كندا عندهم هنود في كندا. ولا 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 دو. يقول فرنسا اني قريب من كندا. لا والله انك تحفة يا صاحبي. بس 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 يا اخوي لا تقعد تجري كذا. قوله بوليش. هذا من بولندا. طيب كيف الاقي الشيء حقك ذا يا حبيبنا؟ والله ما ينفع كذا. عدد مره كثير هنا. ما ابغى افضح نفسي. يعني احاول قدر هم اربعه اقدر انتفهم يا رجل ضد اي واحده. لكن ما ابغى اسوي كذا. فوش الحل؟ الو في واحد ميت هنا مدري نايم. ودي اطب على ذا. بس 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 صار الله بارك. عندك مرايه نفس اللي حلق عليها يا شيخ. هني امك. اوكي وش النقزه اللي صارت تو ذي؟ لا يا شيخ ما اقدر ابر من هنا. في واحد يشوخر صح يعني عارف اللي شغال شخير ليفل مليون. اه شوفه 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 صلى الله بارك. خذها وامشي. الو يا اخوي خذ 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 جنوبه جنوبه. والله اني وراه كذا وشين وقوي عين. خلاص خلاص ما يحتاج فضايح. ناخذ هذه الحين. كيف ارجع للبتاع بدون ما اسوي الفت انتباههم؟ ابغى اروح مكان بعيد ونادي الحصان اساس ما يحسبوني ان انا حصاني. اوكي جيرل. حصاني زابن في مكان مو راضي يتحرك منه قليل الحياه هاي اللي كذا شبك. المهم خلنا ننطلق قبل لا يشوفونا. مسلم مسلم مسلم. اه يقول وش حصل لكابتن مره؟ الو والله كان ودي اسمع. عموما في جثث كثير عندهم بيلاقوها الحين. فقبل لا يلاقوا الجثث هذه اكون انا ان شاء الله روحت للرجال اقول له خذ الشنوبه حقتك الاغراض المقدسه حقته. ف ما ادري وش الشنوبه ذي يعني وش فيها يعني. انا شفته يحط شويه اغراض كذا شكله مزمار عادي يا رجل. اي لقيته يا رجال لقيته. لا تزعل لا تزعل. امسك امسك. جبت لك. I got your things, I think. اتوقع. Yes. Thank you. I'm very sorry about this. Even sacred things are only things. People, the heart matter more. Was anyone hurt? Yes. It's a bad business.
Oof. I should not have let you do this for me. Oof, oof, oof. But perhaps it will stop a bigger massacre. With these, maybe I can calm my people. Maybe I can calm my son. I hope so. تو تو يقول لنا هل في أحد تأذى؟ قلنا له إيوه. قال المفروض يا أخي ما كان السلك. بس يلا شكلك أنت منعت مجزرة تصير. إن شاء الله شكرا شكرا أعطاني الأعشاب وكذا. قال أمل إنك تجد السلام بداخلك. يعني طبخت لي إياها أنت ولا وش سويت أنت؟ وأنا آسف يعني إنه منطقتك هذه. منطقة الاستكنان حقتك راحت ملح. هو رجل يعني من فترة كنت ممكن ألاقيه ضعيف وما له أي فائدة، الحين أجد يعني حكيم. إن شاء الله يوقف داتش من أنه خلي النسر يطير، يسوي الصقر يطير، يسوي حاجة غبية لولده. يا 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 ثور 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 ليه 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 يا برق؟ ليه يا برق؟ ليه تسوين كذا يا برق؟ لا حول. المهم خلنا نطلع فوق وعندنا الحين واو أشياء كثيرة. يبينا نروح سان ديني بس المنطقة هذه كلها wanted dead or alive، فما أتوقع أصلاً يمدينا نروح لها بسبب إنه تليبورت مقفل. وهنا في شيء، هنا في كابتن مرو. أوه أنا يولي ليتني ما وافقت. المهم هنا يقول إن نساعد كابتن مرو إنه يلاقي مكان للوابيتي. هذه تبى تتصرف مع كولم اتوقع، ف يا خلينا نروح لسيدي ادلر ودتشي يتصرفون مع كولم، فعموما يتاكدون انه ينشنق على قولتهم. يعني خلينا نروح للعيال الباقيين هم الوابيتي و يا نشوفكم هناك.